السلام عليكم، صباح الخير على الحلوين، وجولة جديدة وفيديو جديد. وجولتنا في الوكالة يوم الحد زي ما انتم شايفين كده، وهنبتديها بالحلل الاستانلس. الحلل الاستانلس ديت، الحلل دي اولا تقيلة، وكل حاجة ليها سعر، في 350 وفي 250 وفي 400 كبيرة، يعني كل حاجة ولها سعرها. وهندخل على عم هلال. عم هلال دوت اللي هو بعد زكي السماك. احنا هنسرد الفيديو خطوة بخطوة. احنا مبتدين الجولة اهو من عند زكي السماك. زكي السماك هناك اهو، وعم هلال اهو تحت الكوبري بعديه بشوية، يعني ما يتوهش. عنده الحاجة بتبتدي من 5 جنيه لحد 50 جنيه، وعنده الفرشة تبعه برضو لها بأطفال، هتشوفوها معايا في الفيديو برضو. عنده سرافيس، السرفيس ده فيه دفو يعني، بس الياض يعني مش هيبان، هو شكله حلو يعني. لما يكون حد عامل رز بسمتي ويحط الحاجة عليه، الفراخ او اللحمة او رز وسمك كده، يعني هو يمشي الحاجات كتير. احنا لسه عند زكي السماك، بعدين بشوية هنسرد ان شاء الله الفيديو من اول زكي السماك لحد جراش الوكالة، وهنطلع من جراش الوكالة لحد الكورنيش وممر الشباكة وعش النخلة. يعني الفيديو هتشوفوا فيه حاجات حلوة، والفيديو مليان، فما تطلعوش من الفيديو، وهتشوفوا حاجات هتعجبكم جدا وحاجات صورتها لأول مرة. فياريت ما تطلعوش من الفيديو. يا ريت قبل بقى ما نقول الاسعار وندخل في الفيديو، يا ريت يا حلوين ما تنسناش باللايك والاشتراك علشان نكمل جولتنا. ومن ايديكم الحلوة دي تحطوا لايك واشتراك. اهوت اللعبة هيت. وبعتذر ان انا ما نزلتش فيديوهات الفترة السابقة لاني كنت مريضة، الحمد لله على كل حال. لعب الاطفال عهيت، عنده حاجات بحالتها الكيس دوت. بصوا الكيس ده، وعنده في العلبة، عنده يعني العلب بحالتها، في علب بحالتها جواها طبعا حاجات ما استعملتش، وفي حاجات مش شغالة. انتوا عارفين طبعا الاطفال حتى لو جبنا لهم حاجات شغالة فهما بيبوظوها اصلا وبيمشوها بعد كده، ان هي بيلعبوا بيها ان هي مش شغاله. وهنا شنط المدارس، احنا برضو لسه ما دخلناش جراج الوكاله، كل ده احنا لسه بره. الشنط دي عندهم كل شنطه بسعر، في 250 وفي اقل، وعندها شنط خروج برضو 80 جنيه، هتشوفوها في الفيديو. وهتشوفوا معايا الشنط بصورها لأول مرة جوه جراج الوكالة. صراحة كانت الناس بتشتري من عنده. الشنط هتعجبكم وخامتها هتعجبكم. هنا الشنطة دي 80 جنيه، وممكن تفاصلوا معاها. وعندها شنط الحضانات هي اللي هي شكل السواريه. هنا بقى ام يوسف، شنطة ام يوسف اللي هي بتقعد عند قدام جراج الوكالة تحت الكوبري. ام يوسف دي مشهورة في الوكالة. الشنط بتاعتها صراحة خامتها تاخدوها على ضمانتي. الشنط عندها بتبدأ من 185 وفي اكتر على فكرة في المحل، انت لو سألت عليها. شنطها صراحة خامتها حلوة، لو سألت عليها في المحلات وكده هتلاقوها اغلى من كده. في ناس ممكن تستغليها، بس هي عندها شنط وعندها كان حاجات احلى من كده كمان. ان شاء الله هعمل لكم فيديو لوحده، واللي عاوز رقم تليفونها يكتب لي في التعليقات. يعني الشنط بتاعتها يعني بصوا بتدل على نفسها، من غير ما اتكلم. الخامة بتدل على نفسها، الماتيريال بتبقى معروفة، يعني بتبقى معروفة كمان، بتتعرف في التصوير برضو الحاجة اللي هي ماتيريالها جميل يعني كويسة. من اللي نص نص بتبان برضو. بص الشنطة البيضة دي برضو شكلها شيك برضو بالسلوفان بتاعها. وعندها شنطة المدارس ب 250
وعندها شنط سفر برضو، هوريها لكم برضو بالفيديو هتشوفوها معايا. هي شنطها تحسها ان هي مستوردة صراحة، يعني الشنط بتاعتها خامتها حلوة، فاللي هياخد منها شنطة يعني وهيشوف الماتيريال بتاعتها هياخد منها تاني وتالت، وهيقول لحبايبه على عليها برضو. شنطة السفر اهي، هي دي كانت بتقول بحوالي 700، ممكن طبعا الناس هتفاصل معاها، وعندها اصغر ب400، هي بتقول كده ممكن عشان ايه الناس هتفاصل معاها او كده. هي قاعدة قدام جراج الوكالة عند اللي هو الشركة اللي بتبيع الحاجات المواد الغذائية. بتقعد يوم الحد والجمعة، يعني انتوا ان شاء الله لو رحت يعني يوم الجمعة هتلاقوها، او رحت الحد برضه ان شاء الله هتلاقوها. بس انا مرة رحت كان يوم حد ما كانتش موجودة، مش عارفة بقى، بس هي مكانها ده على طول يوم الحد، يعني ممكن يكون كان يوم كده او حاجة ويكون عندها ظروف، لكن هو ده مكانها اهو. بص الكوبري اهو، هي بتقعد تحتيه، وده جراج الوكالة اهو قدام اهو. هنا بقى الشنط دي جوه جراج الوكالة ناحية في آخر جراج الوكالة كده قبل آخر بشوية، هتشوفوا المكان هو قاعد فين بالظبط هوريه لكم في الفيديو. الشنط عنده ب85، وفي ب250، وفي 210، كل شنطة لها سعر بقى. اهو بصوا الكشك الخشب ده اللي هناك، هو ورا الجنينة هو قاعد قدامها بقى. هو كانت الناس عمالة تشتري من عنده صراحة، كان عنده ماتريات حلوة جدا، كان عنده شنطة تحفة يعني اكنها شنطة ومنها كروس، كانت ب55، بس للأسف كان في واحدة بس هي خدتها واحدة، يعني مبروك عليها وكده رزقها. ما لقيت كنت هجيب واحدة فما لقيتش، قال لي لا مش موجود، كان ممكن يقولها ب85، بس هو راجل امين قالها ب55. صراحة كان اللي يشوفها يقول اكتر من 100 جنيه، كان شكلها تحفة. وهنا المكياجات دي اللي هي الحاجات بقى اللي هي ب5، والحاجات الرخيصة يعني بالأسعار الرخيصة بقى، يعني انتوا تنقوا في قلم كحل بيبقى سليم، انتوا تنقوا منها بقى اللي انتوا ايه يعني شايفينه يصلح وكده. وهتشوفوا معايا المعالق، المعالق في عندها بقى ب3 بـ10، وفي عندها الواحدة ب15، في الواحدة ب7، وقبل كده كنت مصورة عندهم كان 4 بـ10 حوالي كده التمن ده، بس 3 بـ10 كان النهاردة، كانت 3 بـ10 ب15 وب7. وهتشوفوا طقم، طقم 6 بـ100، يعني حوالي الشوكة او المعلقة بـ17 جنيه حوالي كده، من 6 بـ100، لان لو ب15 يبقى 6 بـ90. وعندها المعالق دي بقى فنادق تقيلة مش وحشة، يعني انت لو جبتوها وحطوها في الكربونات والخل والليمون ونقعتوها بقى شوية هتحس ان هي جديدة، منها المحلول ده هيطهر المعالق ومنها هتحس ان هي جديدة. وعندها مقصات برضو، بس انا روحت كانت الجولة دي كانت بعد الظهر، اكيد طبعا كان في عندها حاجات من الصبح بتتباع، ما بتقعدش المقصات، لان المقصات عندها مش غالية سعرها رخيص، فمش هتقعد طبعا عندها. وبقى عندها حاجات استلس كده زي بولات كده صغيرة، كل صندوق عندها وليه سعر. وهنا اللي هو بتاع الاستشوار والمكوى ده راجل طيب جدا يعني، ويجرب لكم الحاجة، الحاجة عنده جديدة على فكرة مش مستعملة. هو كان بيقول ب280 وفي عنده ب140 حاجة زي كده، فكل حاجة ليها سعر عنده. وكانت برضو في ناس المرة اللي فاتت كانت بتشتري من عنده مكاوي للشعر، بيقف قدام جراج الوكالة بالظبط، هو راجل طيب جدا.
حبايبنا قلب بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة على النبي ما تنسوش على الصلاة والسلام. وهنا صبغات الشعر وزيت الشعر وكريم الأساس والصن بلوك، يعني عندها حاجات كتيرة. انتوا عارفين طبعا جوه جراج الوكالة الصبغات والحاجات دي، فاللي كان في ناس بتسأل على الصبغات والحاجات دي تبقى جوه جراج الوكالة. كانوا في الناس بتوع كان بره، بس الأكترية بيبقى جوه جراج الوكالة كتير. يعني عندها صبغة بلد ب 45، غليت طبعا، كانت أرخص من كده. وهو بقى هنا بقى الحاجات ديت بيستاهلي والله أعلم، بيقولوا اللي هي بواقي دبي وكده، يعني بتيجي من دبي وكده. الحاجات ديت شكلها مش مصري، يعني أنا ما اعتقاديش في حاجات شكلها مش مصري. هتشوفوها معايا، هتشوفوا معايا الحلل اللي هي الضغط بس من غير غطا، هي جديدة وبالفيشة بتاعتها. وهنا برضو طعم التوزيع دوت السيليكون ده جديد برضو، تحس يعني مش مستعمل. هو عنده في حاجات كده تحسوها يعني مستعملة او مع الحاجة او مع المجية او كده خبشت، بس ممكن تكون مستعملة يعني. وفي حاجات تحسها ان هي مش مستعملة، وفي حاجات كتيرة ما كنتش عارفة دي استعمالها ايه صراحة. يعني زي ديت، اللي يعرف يكتب في التعليقات، اللي يعرف دي ايه يكتب لي في التعليقات بتاعت ايه، مش عارفة صراحة. ممكن يكون بتاعت يعني غطا لحاجة زي كبة او كده ممكن. بص حلل الضغط دي مش مستعملة بقى، بصوا شكلها مش مستعمل، بس للأسف ما فيهاش غطا. بقول له دي حلل ايه؟ قال لي ديت اللي هي الضغط، يعني ممكن اللي هي بتسوي الاكل بسرعه. انت عارفين طبعا الدول العربيه وكده فبيحبوا الحاجات دي. دي صواني ما برضو تحسها ان هي برضو مهلوكه، او فبر الفبر بتاعها يعني خفيف. وهنا الترمس دوت برضو الغطا، يعني مشكلة الحاجات اللي هناك الغطيان. ممكن بقى حد ياخد حاجات من عندهم ويجيب الغطيان من العتبة، او في منطقة للحاجات ديت في شارع كولومبي، الحاجات اللي هي القطع الغيار اللي ما بتلاقيهاش ممكن تلاقوها هناك عندهم، وممكن لا مش عارفة صراحة. وهنا الهدوم دي وأسعارها متراوحة، في ب 20 وفي ب 25 وفي أكتر. الحاجات اللي هي ممكن تلاقوا تبقى مستعملة، وممكن تلاقوا فيها حاجات جديدة وفي حاجات مستعملة. يعني البلوزة دي اللي يشوفها من فوق يقول جديدة، بس كان فيها دفعات من تحت ما كانش تنفع. أنا لما فردتها كانت من فوق، يعني شفتها كانت جديدة، بس لما فردتها أكتر لقيت فيها دفعات ما تنفعش طبعا. لكن في حاجات في الفروشات ديت حاجات بحالتها، اللي هو هرم اللي جوه جراش الوكالة مشهور، بيبقى عنده الحاجات كويسة. وغيره برضو بقى عندهم، يعني انتوا بتنقوا. وهنا الكوتشات ديت برضو، الكوتشيهات ديت برضو ليها كل حاجة ليها سعرها جوه جراش الوكالة برضو. هنا بقى احنا طلعنا بقى من جراش الوكالة بقى خالص. احنا فين بقى؟ احنا دلوقتي انا من ناحية الكورنيش، اول ممر الشبكة. هتشوفوا في الفيديو برضو احنا فين. الستاير ديت مترين في 3 ب 150، ومتر ونص في 2 ب 130، جاهزة على التركيب. او فارش اول ممر من ناحية الكورنيش، بعد ما بتطلعوا من جراش الوكالة في جنينة، انتوا بتمشوا جوه الجنينة ديت اسهل لكم. في فتحة بتطلعكم على الكورنيش على طول، بتمشوا حبة ما فيش كام متر وبتلاقوا نفسكم اول ممر الشبيكة. يعني ما ب... مش بعيدة من جراج الوكالة لما بتطلعوا منه لحد الكورنيش، مش بعيد خالص. والطريق سهل جدا، اي حد لو انتم مش عارفين اللي بيروح لاول مرة هيسأل هيروح، ما يتوهش الطريق خالص. اهو الستاير، وهتشوفوا برضو معايا حاجات تانية برضو والأقمشة. اهو احنا بصوا احنا اول الكورنيش اهو، من ناحية الكورنيش احنا في اول ده بقى، احنا في اول الممر من بره خالص بقى.
انا كنت في الفيديو كنت مخليه لكم، يعني كنت جايبه حاجات كتيره جدا، بس المساحه اضطريت ان انا يعني ازيل من المقاطع علشان المساحه. هنا القماش دوت يشبه اللي هو الجوبلين، بس القماش ده خفيف، انت عارفين طبعا الجوبلين تقيل، كل المتر من ده ب60 او 65 في الحدود ده، الحدود دي الجوبلين طبعا بمعدل 100 وشوية، بس الجوبلين انت عارفين الجوبلين طبعا غني عن التعريف يعني، وده برضو يمشي بس ده خفيف. يعني انا بقول لكم انا لما شفته اول مرة ما كنتش مسكته، لكن هو الناحية التانية ليه كذا لون، فمسكت الخامة لقيتها ايه، لقيتها خفيفة هو ده. لكن عندهم القماشات تقيلة، يعني بص القماشات ديت تنفع للركنات، بصوا الانترهات ده كتين حوالي ده ب60، وفي عندهم ب50، وفي ب45، وفي اقل، كل قماشة لها سعر يعني، بس الاسعار الى حد ما كويسة. برضو يوم الحد في الوكالة اللي هما بيبقوا فارشين مطرح المحلات بتبقى قافلة، هما بيبقوا فارشين يعني. بصوا ده اللي انا بقول لكم عليه، والقماشة دي حلوة برضو. بص القماشات حلو قوي، البني في اللبن اللي هو الهادي ده جميل برضو. بصوا عندهم يعني من ناحية الكورنيش اللي عاوز قماشة الانترهات للصالونات، يعني الركنات لمشمر تبع، هتلاقوا كل اللي انتوا عاوزينه.